بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي الأخ سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، سعادة الأخ الدكتور ناصر علي القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أصحاب المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا نجتمع اليوم في بيت العرب الأول، جامعة الدول العربية التي أنشأت لتكون جامعة لعقول العرب وقلوب العرب وأحلام وطموحات مئات الملايين من الشعوب العربية. يشرفنا أن نكون اليوم بينكم لإطلاق محطة جديدة ومحاولة وضع إضافة جديدة في جامعتنا، وذلك عبر الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، نحن هنا اليوم لإطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. نهدف من خلال هذه الجائزة لتحفيز الإبداع والتطوير في الإدارة الحكومية العربية، ونهدف لإبراز النماذج العربية الإدارية الناجحة ليستفيد منها الجميع، ونهدف أيضاً لتكريم الإداريين العرب المتميزين من وزراء ومحافظين وموظفين ومهندسين وصانعي سياسات وقرارات ومبادرات في الحكومات العربية. هدفنا من هذه المبادرة والجائزة التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس وزراء، حاكم دبي، أن نبدأ معا حراكا جديدا في التطوير الإداري في العالم العربي. السيدات والسادة، تحدث الكثير من المفكرين والكتاب عن أزماتنا في العالم العربي، عن أسبابها وجذورها وحلولها. نحن نؤمن أن أحد أسباب أزمتنا في العالم العربي هي أزمة إدارة. نحن نؤمن أن الإداريين العرب الناجحين هم من سيخلقون قطاعات تعليمية واقتصادية وصحية واستثمارية ناجحة. نحن نؤمن أن الإدارة العربية الناجحة هي التي ستستطيع خلق أنظمة فعالة لتمكين الشباب وتمكين المرأة ومكافحة الفساد وخلق الفرص للمستثمرين وصنع المستقبل. في عام 1965 استقلت سنغافورة عن ماليزيا. مساحتها صغيرة، لم تمتلك أي موارد طبيعية، لا نفط لا غاز ولا معادن، بل أكثر من ذلك، كان لديها نسيج اجتماعي غير متجانس من صينيين وملاو وهنود، ومزيج متعدد من الأديان يضم مسلمين، مسيحيين، وهندوس وبوذيين. وفوق كل ذلك كان هناك الفقر. ولكن مؤسس سنغافورة لي كوان يو كان له رأي آخر، حيث قاد ثورة إدارية غير مسبوقة أدت لنقل سنغافورة من العالم الثالث إلى العالم الأول في أقل من جيل واحد. قامت الثورات الإدارية على استقطاب أفضل الكفاءات وعلى وضع أنظمة خدمة مدنية متقدمة تضمن فعالية العمل الحكومي، ووضع أنظمة قوية في إدارة رأس المال البشري تعليماً وتدريباً ورفعاً للمهارات وتمكيناً للكفاءات، ووضع سياسات صارمة في الإدارة المالية والتنموية والمجتمعية في الدولة. هي منظومة سياسات وقرارات، هذا ما فعله لي كوان يو، وهذا ما يفعله الإداري الحكومي الناجح. اليوم الناتج المحلي للفرد في سنغافورة يبلغ 64,000 دولار، أي أكثر من 160 ضعف مما كان عليه حين استلم لي كوان يو إدارة الحكومة السنغافورية. التاريخ الحديث للدول يعلمنا الكثير، وأحد دروس هذا التاريخ الحديث أن النهوض يمكن أن يكون سريعا جدا إذا عرفنا كيف ندير مواردنا المالية والبشرية والمعرفية. إذا ارتأينا نرى مثال آخر، بعد الحرب العالمية الثانية وجدت اليابان نفسها وقد تدمرت أغلب مدنها،
تحولت إلى ركام، ليس فقط بالمعنى المادي وإنما أيضا بمعنى انهيارات معنويات الشعب. السؤال كان كيف استطاعت اليابان النهوض والتطور بهذه السرعة؟ ركزت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية على التطوير الإداري والجودة الشاملة لإدارة نهضاتها الاقتصادية. استفادوا من المفكر الإداري ويليام ديمينغ والملقب بالأب الروحي للجودة الشاملة. استخدموا أساليب التحليل الإحصائي ومنهجيات جديدة لإدارة خطوط إنتاجهم وصناعاتهم. ثم انتقلت منهجية هذه الجودة إلى كافة مستويات الأداء المؤسسي في هيئاتهم، بما عرف بأنظمة إدارة الجودة. وساهمت هذه الأنظمة في تعزيز قدرتهم في حل المشاكل الإدارية والمؤسسية وتتبع الثغرات ووضع الحلول المناسبة. اليوم عندما نزور اليابان نجد أن المجتمع والحياة كلها تدار بأنظمة دقيقة، لكل شيء نظام، لكل شيء معايير، لكل شيء مستهدفات، بدء من المطار مرورا بأنظمة الحكومة والتعليم والصحة وحتى المواصلات. من يضع هذه الأنظمة؟ إنهم الإداريون. نعم، الإداريون هم من يصنعون أنظمة الحياة في أي مجتمع. السيدات والسادة، إن إجمالي ما ينفق العالم اليوم على التدريب والتطوير فقط في علم الإدارة يبلغ 220 مليار دولار. هذا غير ما يكتب من كتب ودراسات وأبحاث، وغير ما يتم إنفاقه على التعليم الأكاديمي التخصصي في علم الإدارة. لأن الأمم والشعوب أدركت أن سر النهضة الحقيقية هي في الإدارة الصحيحة للأموال والبشر والمعارف والمجتمعات. إن التطوير الإداري كمنظومة متكاملة لإدارة التنمية والشعوب ليست غريبة على منطقتنا. نحن مهد الحضارات البشرية، ولا تقوم أي حضارة بدون منهجيات إدارة متقدمة. نعم، منطقتنا شهدت أول منظومة ذات إطار منهجي للعمل الحكومي ضمن آلية هيكلية واضحة موثقة بالأدلة والسجلات، وهي منظومة شكلت ولا تزال مرجعا للباحثين والعلماء لجهة أدوات عملها والأسس الإدارية والتنظيمية التي قامت عليها. ولعل المثال الأبرز في العمل الحكومي والإداري المنهجي في الحضارات الإنسانية جاء من مصر، إذ يؤكد المؤرخون بأن مصر هي صاحبة أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم، وصاحبة أول عاصمة إدارية على مستوى العالم. والدولة في هذه الحضارة هي تقسيمات إدارية ومنظومات الحوكمة، حيث تبنت الحضارة المصرية قبل أكثر من 5000 عام منظومة حكومية وإدارية الأكثر تكاملاً وتنظيماً وتوثيقاً من نوعها. ومن خلال السجلات التي احتفظ بها القدماء المصريين نعرف بأن كل شأن وكل جانب من جوانب الحياة المصرية كان يتم تدوينه على مختلف مستويات الحكومة ضمن آلية حفظ وتنسيق وإدارة غاية في التنظيم. وكذلك في المنطقة كانت هناك الحضارة السومرية في بلاد الرافدين، حيث أسس السومريون قبل أكثر من 5000 عام أقدم حكومة في العالم، وكانت تقسيماتهم الإدارية للمدن ومسؤوليات كل حاكم واضحة لإدارة هذه الحضارة. ولا ننسى مع صدر الدولة الإسلامية كيف بدأت ثورة إدارية في إنشاء الدواوين التي كانت بمثابة الوزارات. وهكذا كورثت حضارات طورت مفهوم العمل الحكومي الإداري المتكامل، فإننا لا ننطلق من فراغ، فلدينا إرث يمكن البناء عليه ونطوره ونضيف له، وفي الوقت ذاته نستطيع أن نستنسخ تجارب تاريخية وحديثة عالمية ونطوعها بما يسهم في ارتقاء منظومتنا الحكومية والإدارية، وبما يحقق أهدافنا ويلبي طموحات تطلعات شعوبنا. فعندما تقدمنا إداريا كأبناء لهذه المنطقة قدمنا حضارات العالم، وعندما تأخرنا إداريا دخلت المنطقة في متاهات.
أصحاب المعالي السيدات والسادة، أن التطوير الإداري ليس عملية تكميلية، وليس رفاهية ثقافية، وليس موجة ينبغي مواكبتها. التطوير الإداري هو سر رفاهية وتقدم الدول، والفشل الإداري هو سر انهيار الدول وسخط الشعوب. اليوم نطلق هذه المبادرة الإدارية، لا ندعي بأنها ستكون حلاً تنموياً لنا في العالم العربي، لكن سنكون حريصين على أن نرسخ ثقافة إدارية جديدة في عالمنا العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وتحت مظلة جامعة الدول العربية. سنكرم من خلال هذه الجائزة أفضل وزير عربي، وأفضل وزارة، وأفضل مدير هيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل محافظ منطقة في عالمنا العربي، وذلك من خلال تطوير معايير إدارية دقيقة. سنكرم أيضاً أفضل التجارب العربية في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين المرأة وإعطاء الفرص للشباب، وكل ذلك سيكون ضمن أنظمة إدارية ستكون متاحة ومفتوحة للجميع. كما سترافق هذه الجائزة مجموعة كبيرة من الأبحاث وأوراق العمل في علم الإدارة الحكومية الحديثة. سنطلق أيضا منصة إدارية عربية ستكون متاحة لكافة الإداريين الحكوميين العرب لاستعراض أفضل التجارب والممارسات والحصول على أدلة تفصيلية وحديثة في علم الإدارة يمكن أن يطبقوها بسهولة في مؤسساتهم للارتقاء بممارسات الإدارة في عالمنا العربي. هذه مبادرة نتمنى أن تتبعها مبادرات، وذلك بهدف أن تستغل دولنا العربية بشكل كبير القوة الكبرى لعلم الإدارة، وأن نكون مواكبين لما يحدث في العالم من حولنا من ثورة إدارية يومية في كافة مناحي الحياة. اليوم يدير العالم أمواله بتقنية البلوكتشين، وتدير الدول أمنها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدير الدول أيضا قطاعها التعليمي عبر استخدام ثورة الإنترنت، وتدير الحكومات خدماتها عبر التطبيقات الذكية. إذا بدأنا اليوم نستطيع خلال سنوات قليلة اللحاق بكل ذلك. معالي الأمين العام، الإخوة والأخوات، نتمنى أن تكون هذه الجائزة محطة إيجابية في مسيرة العمل العربي المشترك، وأن تكون منصة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من المعرفة بشكل جماعي، وأن تشكل هذه الجائزة بداية لقفزات جديدة في تطوير الإدارة الحكومية العربية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.